أنا بالنسبة إلي ظلمته. بينزل ليستة 25 اسم للمنتخب، أنا اسمي منه فيهم وما أخذ حقه لأنه أنا بيه. أنت كوتش انظلمت؟ قلت له أنا بياخد القرار مش أنتوا بتاخدوا القرار. باتريك سيبا قال لهم أنا محل كوتش رورو ما بروح. اللي عم يروح على المنتخب مش أحسن من جوبي؟ بيقولوا كوتش رورو آدمة. إذا بتفهم أكتر مني ليه ما يعد محلي؟ قال لي خد غراضك طلع برات الملعب. قلت لهم هذا أحسن لعيب بده يكون مرق على لبنان. تيجي تقولي لي مثلا جوبي بك تروح تلعب باك اب، بحس انه الايجو تبعي عم ينضرب انه ليه بدي العب باك اب. في لعيبه بالدرجه الاولى ما لازم يلعبوا ابدا درجه. مزبوط. طلع برا.